بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بيسان والكرة. فيديو سنتطرق فيه كما فعلنا دائما لكثير من أخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في كل العالم. البداية بعد هذا الفصل إن شاء الله. بعد 17 يوما كاملا في الحجر الصحي، أعلن الحساب الرسمي لنادي الريان القطري عن شفاء لاعبه الجزائري ياسين إبراهيمي. إبراهيمي سيستأنف تدريباته أخيرا مع فريقه القطري، وسيعمل على استرجاع سريعا تحذيرا للقاء الدوري الأسبوع المقبل ضد العربي. إلى ذلك، نشر الحساب الرسمي لنادي الرائد على تويتر بعض الصور الخارجة التي قام بها لاعبه للبرية السعودية. الصور أظهرت تواجد الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي يكون قد شفي وعاد للتدريبات في وقت سابق من هذا الأسبوع في انتظار شفاء باقي لاعبين إن شاء الله. توج لاعب الخضر أندي ديلور أحسن لاعب في فريقه مونبوليه في الشهر الماضي نوفمبر بعد أن أعلن الموقع الرسمي للنادي النتائج النهائية. ديلور وكما هو موضح نال 7 نقاط في اللقاءات الأربعة التي لعبها فريقه في الشهر الماضي متفوقا على زملائه لابورد ومافيديدي اللذين حلا ثانيا وثالثا على التوالي. إلى ذلك أعلن موقع ألي باياد المقرب من النادي أيضا عن تتويج ديلور لاعب الشهر في الاستفتاء الذي أطلقه للأنصار بداية الشهر الحالي، حيث انحاز أكثر من 54% من أنصار مونبوليه لديلور، فيما حل زملائه سامبيا لابور وفيري ثانيا وثالثا ورابعا على التوالي. وقدم ديلور مستويات رهيبة جدا في الشهر الماضي، لكنه للأسف لم يبدأ شهر ديسمبر بأفضل صورة بعد أن أصيب بكورونا وضيع لقاء باريس سان جيرمان سهرة اليوم السبت. لن يتمكن اللاعب الخضر يوسف عطال من التواجد في لقاء فريقه نيس الذي سيواجه غدا الأحد نادي رامس في الدوري الفرنسي. وكشف الموقع الرسمي لنادي نيس أن عطال ما زال مصابا ولم يعد بعد التدريبات الجماعية للفريق، وهذا بعد تعرضه لإصابة قوية في لقاء سلافيا براغ التشيكي قبل 10 أيام من الآن. تبقى فقط أيام أخرى من الإصابة، سيضيع عطال لقاء الصهاينة يوم الخميس المقبل. من جانب نيس دائما سيكون الجزائري الآخر هشام بوداوي حاضرا، حيث سيعمل على فتح صفحة جديدة مع المدرب الجديد، ولما لا العودة للتألق الذي ضيعه مع مدربه السابق باتريك فييرا. أعدت صحيفة المنتخب المغربية أشهر الصحف الرياضية هناك تقريرا عن موهبة سوشو سامي فرج، وأكدت أن الجزائر تمكنت من خطفه من المنتخب المغربي. الصحيفة السابقة تحصلت كثيرا على ضياع لاعب وصفته بالمغربي، وقالت أنه اختار بلدا غير بلده وهي الجزائر عفوا، لأنه ببساطة من أب مغربي. اختيار سامي فرج للجزائر زاد من عمق جرح المغاربة بخصوص إسماعيل بن ناصر، والذي اختار أيضا الجزائر في وقت سابق على حساب بلد ولده، وهو الآن يصنع أفراح الجماهير الجزائرية. كلمة خطف أو خطف تعتبر في موضعها الصحيح، فسامي فرج سبق له واللعب مع شبان المغرب 4 لقاءات في وقت سابق، لكنه قرر الالتحاق بالجزائر في تصفية كأس إفريقيا والتي ستقام بتونس إن شاء الله في الفترة المقبلة. ولا تتوقف الصحافة المغربية عن تذكير بالمواهب التي خطفتها الجزائر بحسبهم، بداية بمطمور مرورا ببن ناصر وزرقان وانتهاء بسامي فرج في انتظار وصول الأخير للمنتخب الأول إن شاء الله. نبقى مع جيراننا المغاربة، وفي تصريح أطلقه مدربهم والمدرب السابق للخضر وحيد خليلوزيتش هذا الأخير، وحين سئل عن قوة المنتخب المغربي قال أنه بات قويا لدرجة قدرته على الإطاحة بكبار القارة وفي مقدمتهم البطل الجزائر. تصريح صنع الحدث في الصحافة الوطنية اليوم، ولو أنني أرى أنه تصريح جد عادي، لأن طموح أي مدرب في أي فريق في العالم هو الإطاحة بالبطل سواء قاريا أو في البطولة المحلية أو في أي بطولة كانت. وأنتم ما رأيكم؟
قدم لاعب الخوض الرياض معرض مستوى كبير وكبير جدا في لقاء فولهام الذي جرى عشية اليوم السبت. الرياض كان أحسن لاعبي السيتي على الأقل بالنسبة لي، ولولا رعونة زملائه اللاعبين لخرج بأربع إلى خمس تمريرات حاسمة على الأقل، وهو ما أشار له الحساب الرسمي للسيتي بالعربية كما يظهر. لاعب الخضر وكما يظهر في هذه الإحصائية أيضا قدم خمس كرات سانحة للتسجيل، لكن زملائه كيفين دي بروين وخاصة ستيرلينغ تفننوا بالتضييع. على العموم أرقام محرز كانت مميزة ليس فقط هجوميا بل دفاعيا أيضا كما يظهر. رياض وبعد مستواه الراقي نال تقييما جيدا من طرف مواقع الإحصاء. موقع سوفا سكور منحه التقييم 8.2 كما يظهر، وهو تقييم من الأعلى في اللقاء، تقييم سمح له بأن يكون ثاني أحسن لاعب في اللقاء بعد كيفين دي بروين، وحتى أحسن من ستيرلينغ الذي سجل هدفا ونال ركلة جزاء. في ظل كل هذا التوهج تلقى لاعب الخضر طعنة انتقاد من مدرب توتنهام السابق ومحلل سكاي سبور حاليا تيم شيروود. هذا الأخير وصف محرز بأكبر خيبة أمل منذ قدومه، والمقصود هنا مستواه في آخر موسمين. الرد على تيم شيروود أتى سريعا من حساب ويليام هيل. هذا الحساب تساءل محرز يقدم مساهمة كل 1.7 لقاء، فاز بالدوري، فاز بكأس الاتحاد، فاز أيضا بكأس الرابطة، منهيا إن كان هذا فشل وخيبة فنحن لا نريد رؤية النجاح. رد في المستوى بحسب رأيي. ساهم لاعب الخضر سفيان فيغولي في فوز فريقه جالاتا ساراي المهم جدا على حساب هاتاي سبور، وهو الفوز الذي عزز مركزه الثاني. فيغولي ساهم بتمريرة حاسمة في هدف فريقه الأول والذي سجله السنغالي ديان. سفيان لعب لغاية الدقيقة 79 قبل أن يترك مكانه بديلا لزميله عمر بايرام. دائما مع لقاءات لاعبين عشية اليوم، حيث قاد المتألق بقوة في الفترة الأخيرة أحمد توب ناديه فالفيك لفوز مهم على حساب بيلو اليوم في الدوري الهولندي وبثلاثة أهداف مقابل هدفين توبا كان صاحب الهدف الثاني وهدف التعادل، هدفين لهدفين، والذي أتى من تسديدة قوية من خارج منطقة العمليات. مزيدا من التألق والأهداف إن شاء الله. إلى هنا تكون أخبار اليوم قد انتهت، نلتقي إن شاء الله في عدد جديد وأخبار جديدة بحول الله. أود أن أشير مرة أخرى إلى أن كل مصادر الأخبار التي وردت في عدد اليوم ستجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ما عليكم سوى النزول إلى صندوق الوصف والذهاب إلى المصادر من أجل التعمق أكثر. سلام.